اخوها كتعرفوا احسن مني، شفت تكون صحافه راه كتعرفوا. واش قررنا كيفاش عاش اخر ايام ديالو؟ عاش زوينه، الدنيا هانيه يعني، ما عذبات ما تعذبات. شوف حتى الاجل كفنانه ولا لا؟ حيت هو الجمهور غادي يجاوبك على هذا السؤال. الدفن ديالك غادي يكون سيدي بلعباس، انا داك الشيء اللي دابا قبل ما يسدو عليا، لان لا سدو عليا غتبقى هنايا. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. ما سمعنا فيها شي حاجه خايبه، الله يرحمها ويوسع عليها، الله يرحمها ويوسع. عمرها ما سمعنا فيها شي حاجه خايبه، الله يرحمها ويوسع عليها. جارتنا وحبيبتنا الله يسهل عليها، هي الوحدانيه. عمرها بنتي ما زعما تعيب، لا عمرها ما تخاصم، لا عمرها ما تدير شي حاجه، بحال ميمتي، الله يرحمها. على خشبة المسارح، فاطمة الركراكي ليست رقما سهلا في معادلة التشخيص النسائي في العالم العربي، فهي سيدة متمكنة من الأداء باللغة العربية الفصحى في أكبر الأعمال من الريبرتوار العالمي داخل فضاء فرقة المعمورة، وعلى مدار 10 سنوات من 1964 إلى 1974 سيدة تمكنت أن تشخص كل الأدوار من لا جون بريمير إلى دور الأم إلى دور المرأة العجوز، ظلت شامخة في أدائها. لا يمكن أن ننسى لها هذا الحضور المتميز المصحوب كذلك بعلاقة إنسانية عالية وطيبة في النبل، ظلت كريمة عزيزة النفس، وقد ربت في أحضانها أجيال من المسرحيين المغاربة في على جميع مستويات قنوات التواصل، من إذاعة، من تلفزيون، ومن خشبة مسارح كذلك. وسيبقى لها الفضل في أنها شكلت إلى جانب أخريات جسرا بين جيل التأسيس وجيل اليوم. واش أثر فيكم الخبر الوفاة؟ فين وصلت؟ إلى حد ما ما سمعتكش. واش أثر فيكم الخبر الوفاة؟ يقينا فاطمة الركراكي شخصيا تربينا بها صلات وطيدة جدا. للعلم فأول فيديو كليب قصيدتي من فن الملحون كنت قد تشرفت بأن كتبت سيناريوه وإخراجه، وشخصت فيه منذ 23 سنة إلى جانب ابني وعمره 7 سنوات وبنتي وعمرها 4 سنوات آنذاك. هي صلة عائلية قبل أن تكون صلة عمل فني، وأنا شخصيا أعتبر نفسي قد تلقيت المبادئ الأولى في الحبوي في عالم الدراما إبداعا ونقدا على يدي سيدتي من هذا النوع اسمها فاطمة الركراكي رحمها الله. بطبيعة الحال أثر فينا الخبر ديال الوفاة ديالها، دليل أننا كنت خارج الرباط عاد جاي دابا نشوف هذا الحدث الحزين. بطبيعة الحال هو تأثير كبير، يعني لأنه كما قلت أن الفنانة ربما الأجيال الحالية ما كتعرفش يعني الدور الكبير اللي كانت لعبته في مراحل سابقة، يعني من تطور الدراما المغربية وفن التمثيل المغربي، واللي كانت واحدة من رائداته وواحدة يعني من كبار الممثلات المغربيات اللي أعطت حياتها لهذا المجال في واحد الوقت اللي كان على العنصر النسوي صعب جدا انه يدخل المجال ديال التمثيل. الوالده فقدانها ما يمكن يكون الا خساره كبيره للمشهد الفني والمشهد الثقافي المغربي بصفه عامه. واش كنتوا متابعين الاخبار ديالها؟ يعني بالنسبه كانت مريضه وكانت كتعاني، واش كنتوا متابعين يعني؟ بطبيعه الحال هي كما هو معروف انه عاشت حالات صحيه يعني كثيره في هاد الفتره، وايضا ذات طبيعه اجتماعيه، وحنا تبعنا هذا الموضوع كما هو معروف يعني بالنسبه للجسم الصحفي تبعناه لواحد المده كبيره يعني يعني في الايام. كنت كنشوفها مره عادي حتى كان عندنا. بالنسبه للخير ديالها يعني قبل الوفاه ديالها واش كانت كتعاني بزاف في المرحله؟ ما عرفتش، ما نكذبش عليك في هذه. يعني واش كانت تصدمتوا بالوفاه ديالها اليوم؟ سقنا الخبر مسكينه بقات بزاف كاع، حيت الله يعمرها دار هذه المراه هذه، وصراحه هي الممثله الواعره 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 بزاف، هي زعما كان مشات في الساحه حتى هي.
كاع الموت بزاف قات فينا مسكينه. كيفاش كانت المعامله ديالها معاك؟ الله يعمرها هذا المسكينه صراحه. ماشي مشكل. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.